مساء الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناه طلعوا فين منين. التومي مابس معاكم احمد التومي. الجزء الثاني يا جماعه من جوله اكتوبر. وادي مول جديد فتح اهو، برضه اول مرة اشوفه، شكله لسه ما اكتملش، يعني في حاجات لسه فاضية. اللي عايز ابي واخر العنقود وقدري ومزارع الاصدقاء. واحد المتحدة والمعمورة، المعمورة والمتحدة. ممكن نعرفه اسمه محور ايه؟ التوسعات الشمالية، محور جمال عبد الناصر، المدرسة المصرية البريطانية، طوالي. هو اسمه محور جمال عبد الناصر يا جماعه، محور جمال عبد الناصر اكتوبر، يعتبر الموازي لمحور 26 يوليو. ادي كده من هنا كده بنبدا نخش بقى السكني بتاع زمان. يعني ايه؟ يعني كل اللي فات يا جماعه ده كان بتاع ده لسه مستحدث، تمام، ومباني جديدة. كل المباني اللي جاية بقى دي لا، مباني قديمة يمكن من أكتر من 20 سنة مثلا. وادي بنزينة أولى أهي، وفيها مكانتين سي أي بي وبنك مصر. كل اللي جاي ده بقى أنا جيته قبل كده من 20 سنة مثلا، حاجة كده. فعشان كده بقول لكم المباني دي بقى لها أكتر من 20 سنة، لأن أنا متأكد من المعلومة دي. احياء سكنيه كانت تابعه تبع حي البشاير على اليمين، واللي على الشمال المساكن دي كانت بتبيعها الحكومه زمان، ايام ما كانت اكتوبر بقى ايه تلات ارباعها، صحراء. يعني كان اغلبها صحراء، هي دي بس المساكن اللي كانت موجوده. وقدام لسه ايه، لسه برضه في ايه، في حاجات. بس ثواني اجيب حاجة من هنا. نكمل بقى يا جماعة.
طبعا هنا بقى في الاحياء السكنيه في كل حاجه. ايه يعني انت في ايه؟ اعتبر نفسك في حته ايه، هي مش شعبيه ولا ايه ولا راقيه برضه، هي نص نص كده. بعد العمران اللي حصل قدام الاسعار هنا طبعا ارتفعت بصوره عجيبه ومختلفه. يعني الشقق اللي احنا شايفينها على اليمين وعلى الشمال دي ما من 10 سنين مثلا ما كانش ليها سعر بالدرجة. النهاردة أسعارها اتضربت في 5 وفي 6 وفي 7. لأن هو ممكن نعتبر هنا هو ده السوق بتاع إيه؟ بتاع أكتوبر. يعني إيه؟ يعني ده أرخص مكان في أكتوبر ممكن تشتري منه أو تجيب لوازمك ولا. يعني هتلاقي اغلب ايه، اغلب قاطني اكتوبر في كام حته كده في اكتوبر شبه اللي احنا فيها دي. يا جماعة كنت برد على التليفون بس. بصوا بقى زي ما حضراتكم شايفين اللي على يميننا دي كلها أنشطة تجارية عادية، يعني فرن على فول وفلافل، على بتاع موبايلات، على عطارة، على بتاع عصير، على محمصة، على بتاع فاكهة، على بتاع خضار. وادي القوات المسلحة عاملة كشك الناحية التانية اهي، منتجات القوات المسلحة. فاكهة ولحوم وخضار ومعلبات. فعشان كده بقول لحضراتكم هو ده ايه، ده يعتبر ايه، يعتبر الحي ايه، الحي السكني العادي. مخبز البركة، مشويات الدمياطي، اسماك الراكبي. طبعا الحاجات دي كانت موجودة زمان بس ما كانتش بالكثافة دي. يعني كان ايه كل محلين ومحلين كده ايه. مصمت العجل ده جديد اول مرة اشوفه، بس هو مسمي الاسم على مسمى مصمت العجل. وهيقابلنا واحد دلوقتي بتاع كشري وبيتزا ومخ وكبده حلو مش وحش، انا جربته قبل كده جميل، اسمه جحا، هيبقى على يميننا دلوقتي حالا اهو. هو اللي على اليمين ده شايفينه اللي على يميننا بالظبط. جحا ده جامد برضه من الكشري والكبدة والمخ والحاجات دي، عنده تشكيلة يعني كبيرة.
وقال لي عربية فينو ساي استاذ ناصح اهو واقف. احنا بنجيب المحور من الناحية التانية اهو ماشيين بالراحة على اساس ان برضو ايه التفاصيل كلها تبقى باينة لحضراتكم. ويبقى كده في الجزئين احنا استعرضنا ايه؟ استعرضنا محور جمال عبد الناصر الموازي لمحور 26 يوليو من امتداد 26 يوليو مدينة 6 اكتوبر. بس وايه خلاص النهار بيقفل اهو واحنا برضو فاضل لنا ايه فاضل لنا حاجه بسيطه جدا في الفيديو يعني دقيقه ولا دقيقتين ممكن نقفله جوه مول العرب لان احنا داخلين مول العرب تاني.
بيكم سوبر ماركت بس شكله فاخر العثيم. أبي جوز طبعا هو لما الجنب ده الحتت الفاضية اللي هي الأراضي الفاضية دي تتبني هيطلع برضو أكيد إيه، هيطلع لك منشآت تجارية زي إيه زي الناحية التانية كده، ويجي وقت برضه ما تعرفش تمشي على المحور ده، يعني هو يمكن ايه يمكن لسه رايق شوية بس هيبقى بقى عامل زي ايه زي امتداد 26 يوليو كده، ما تعرفش ايه ما تعرفش تمشي عليه لان في اماكن كتير على اليمين فاضية اهي. ودي اول بوابة بتقابلنا المول العرب يا جماعة، نخش منها. معلش بقى الفيديو دخل ايه دخل في 21 دقيقة وممكن ناخدوا لنا دقيقة ولا دقيقتين كمان جوه ايه جوه المول العرب، ومرة تانية نبقى نخش بقى نصور لكم مول عرب من ايه من جوه.
بابا 19 على ايدينا، على ايدينا اليمين. من وانت هنا بقى يعني متاح بقى بالنسبه لك ثلاث اتجاهات وانت خارج، يا تخرج على محور جمال عبد الناصر ده اللي احنا كنا فيه لو انت داخل جوه اكتوبر، افترض مجازا ان انت نازل اسكندريه يبقى هتخرج ايه؟ تخرج من البوابات اللي بتخرجك على ايه؟ على وصل الدهشور زي البوابه اللي احنا خرجنا منها في الجزء الاولاني. تمام؟ لو انت عايز محور 26 يوليو اتجاه القاهره مثلا، ولا بتاع ده، ولا اكتوبر من الناحيه التانيه، ولا رايح بقى ناحيه الانتاج الاعلامي بقى ومول مصر والحاجات دي، يبقى منين؟ يبقى من البوابات الاولانيه اللي هي ايه، بوابه واحد واثنين والحاجات دي، او نفس البوابه بتاعت وصل الدهشور برضو، هي حته صغيره ممكن لو خرجت منها تمسكك ايه، تمسكك امتداد 26 يوليو. جوه مول العرب كله مطبات، هو منور بس المطبات مش باينه قوي، مش دهنينها او دهنوها، بس شكلهم كده كانوا دهنينها جير ولا ايه؟ لا مش مدهون، لا مدهونه والله، مدهونه بس شكل الدهان كانوا دهنينها جير بيوفروا، فالدهان مش باين، مع ان مول مصروف عليه مئات الملايين ومش دهنين المطبات، حتى البويه اللي على الاسفلت طلعت مش باينة برضو. انا شايفها بالعين المجردة كده ايه، يعني بكافح عشان اشوفها، انما طبعا هي هتلاقي في الفيديو اساسا مش ظاهرة، فحتى ايه بلاش يدهنولنا البوية اللي على الاسفلت، يدهن لنا البوية اللي على المطبات، عشان في وقت زي ده اللي نظره ضعيف يبقى شايف ان في مطب، لان المطب بسم الله ما شاء الله ايه متربي ومتكلف، مطبات من اللي هي ايه الاربع عجلات بتقف عليها، هو مطب محترم يعني، هو دي المقاييس العالمية ان الاربع عجلات بتوع العربية يكونوا واقفين فوق المطب، يعني لما تطلع مطب من دول في اي مكان وتلاقي ان الاربع عجلات بتوع العربية بقوا فوق المطب، مفيش عجلة منهم على الاسفلت، تعرف ان ده ايه، ان ده مطب محترم وابن ناس ومتكلف ومتربي ومصروف عليه. طبعا المطبات التانية ولاد ناس برضو بس ما تصرفش عليها قوي. دي بوابة 9 اهي على اليمين، بعد كده 5. طبعا هو مول العرب كبير، عايز ايه؟ عايز جولة من جوه بقى في 3 4 5 اجزاء يعني، عشان ايه؟ عشان يتغطى. فبإذن الله مرة كده الواحد بس يبقى ايه في صحة شوية، ينزل ايه، ينزل يلف.
دي حتى بص البارك عامل ازاي. طبعا الباركات دي زحمة قوي كده هنا عشان قدام البوابات اللي هي ايه زي بوابة 3 وبوابة 5 والحاجات دي، انه عندها انشطة تجارية كتير، فعشان في انشطة تجارية كتير فبتلاقي ايه بتلاقي الدنيا زحمة. بس انما تبحر كده في اي حتة ايه في اي حتة تانية هتلاقي الدنيا رايقة، هتلاقي بقية البارك رايق يعني. عموما وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا يا جماعة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، معلش هو طول شوية، استاذنكم اللي عجبوا الفيديو اشتراك ولايك وشير تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو واللي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه. ونشوف حضراتكم في فيديو جديد قريبا، ومع السلامة.